لازم نعرف انه شو منعود الولد رح يمشي هيدا الولد. يعني اذا نحن منعوده على تناول الشوكولا من عمر صغير رح يصير بحب الشوكولا وبده وبطالب بطعم السكر. بالنهاية الولد ما بيعرف شيء، نحن اللي عم ننميه، نحن عم نربي له عاداته. بالتالي اذا انا عطيته حبة فواكه او لوحة من الشوكولا بالنسبة له تقريبا هي رح تكون هي ذاتها، بس انا او بشجعه على تناول الفواكه او بكون عم بشجعه على تناول الشوكولا. لذلك قبل عمر السنتين او حتى رح اقول 3 سنين المفضل انه ما ننزل بتناول الشوكولا وما نعطي اولادنا قصص غير صحيه، نركز على الفواكه وعلى الحلويات اللي نحن فينا نكون عم نعملها بالبيت، كيك صحي هوم ميد او حتى نتفه مربى معمول من دون سكر.